محمود ووزير الزراعه المرشح. استاذ محمود البغوثي رئيس تحرير جريده الارض. استاذ محمود اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير استاذ محمود اتفضل. مساء الخير يا دكتور سعيد. ازيك محمود بيه؟ اتفضل. مساء الخير يا دكتور سمير. اهلا بيك سعاده الباشا. يا استاذ وائل انا اشكر حضرتك على المداخله دي اللي بترجعنا تاني لبرنامج الحقيقه الذي علمت جيلا كبيرا من الصحفيين الشباب فيه طريقة إجراء التحقيق الصحفي والآن التلفزيوني. الله يخليك ألف شكر يا أستاذ محمود. أنا أستأذن حضرتك إن ما تكونش مداخلة عادية وإنما أكون أنا الطرف الآخر في هذا التحقيق الجميل. لا لا ده يسعدنا يسعدنا جدا وإحنا الحقيقة طلبنا وما زلنا حتى وإحنا على الهوى بنحاول الاتصال بالأطراف المختلفة لكن هم يفضلون عدم الرد. أستأذن حضرتك بعد إذن حضرتك قبل محمود بما يتكلم أنا ياريت أي واحد أي قيادة في الزراعة المصرية ترد وأنا يعني يشرفني محمود بيه يرد ولكن رد محمود بيه من الناحية الصحفية لأنه حاول معايا مرارا وتكرارا الحصول على بعض هذه المستندات علشان يتم نشرها وأنا رفضت فطبعا محمود بيه كون أنه هو عايز يتكلم نيابة عن وزارة الزراعة أو أي مسؤول في وزارة الزراعة لا أنا هناك متحدث لوزارة الزراعة هناك مسؤولين انا اوريدي متهمهم ممكن مستعد للمواجهه او هم شرفوني في اي لقاء او قدام اي جهه نسمع اتفضل استاذ محمود اتفضل مقدما انا اتحدث نيابه عن اي مواطن مصري المواطنين اللي قاعدين الان اتكلموا حضرتك يا استاذ وائل وقالوا لك انا من امبارح ما نمتش وناس امبارح قالوا ده احنا بنفكر في الانتحار وناس وجهوا صراخ وناس قالوا احنا ما نمناش وما بننامش وناس قالوا احنا ما نمناش وحضرتك قلت السيد رئيس الجمهوريه لن يسمح بهذه المهزله. انا عاوز اقول لحضرتك مقدما ومش عاوز اجتزئ الموضوع، الدكتور سعيد الاول دلوقتي حاليا بيحاول يتخذ مني خصم، انا لست خصما يا دكتور سعيد، انا مواطن مصري وماليش دعوه بوزاره الزراعه حاليا، وحضرتك تعلم انني قدمت استقالتي كمتحدث اعلامي في وزاره الزراعه على الهواء اعتراضا على عدد من المخالفات في اداره الدكتور عادل بالفاجي لو حضرتك فاكر تمام اتفضل الدكتور سعيد خليل يا استاذ وائل اول ما اعرفه كان في نص 2015 جاني مكتبي في جريده الارض بنفس لا بعد اذن حضرتك انا لم اذهب لك للمكتب نهائيا ولكن كانت هناك دعوه من زميلك اللي معاك في المكتب محمد صبحي طيب. وانا ما كنتش اعرف حضرتك وانت اللي دخلت وقلت لازم اعمل معاك حوار حالا يا دكتور انا مش هسيبك طب بعيدا عن الشخصنه ندخل على طول في الموضوع استاذ محمود ارجوك يا دكتور سعيد الحلقه دي ملك مشاهد يا دكتور سعيد اتفضل يا دكتور سعيد لو سمحت بعيدا عن الشخصنه انا بتكلم انا ما فيش شخصنه بينه وبين اي واحد طب بس استاذ محمود ندخل في لب المضمون افضل على طول يعني لب الموضوع حينما اطلع على الوثائق الموجوده مع الدكتور سعيد لم يطلع على ورقه واحده نهائيا بدا الحوار بكلام مغلوط انا بقولها انا صاحب الشأن لم يطلع على ورقه واحده لاني اصلا ما كنتش رايح له على الاطلاق فالكلام ده هيبقى مغلوط انا بقولها قبل ما يبدا ما اعرفش يعني كلام مغلوط استاذ محمود استاذ محمود بس هما يعني قدم هذه المستندات للنيابه ويرفعان شعار يعني احبسونا يا تحبسوا الوزير حتى لا يضحك علي الصديق الفاضل الدكتور سعيد خليل انا عاوز اقول لحضرتك يا استاذ وائل لو سمحت اتفضل يا استاذ وائل لو سمحت انا عاوز اقول لحضرتك اين الجهات الرقابيه اللي هي متمثله في الرقابه الاداريه الامن القومي الامن الوطني حينما جلس الدكتور عبد المنعم البنا مكلفا كرئيسا لمركز البحوث الزراعيه من 2012 الى 2017 ثم تم ترشيحه كوزير للزراعه وانت صحفي وانا صحفي ونعلم ان تسريب اسم الدكتور عبد المنعم بدا منذ اكثر من 20 يوم ولم يفاجأ به البرلمان المصري في اخر 10 دقائق طب ما انا عندي وزير في السجن يا استاذ محمود اين كانت الاجهزه الرقابيه حينما اخترته لدينا رئيسين للجمهوريه في السجن يا استاذ وائل وليس طيب. كل لا يعني اللي انا اقصده ان الاجهزه الرقابيه يعني ما بيمنعش انا هرد على حقائق بسرعه انا سجلتها وانا بتكلم اتفضل هرجع هبدا بكلام الدكتور سعيد او الدكتور سمير عن ال 25 فدان بتوع الدكتور عبد المنعم البنا تمام
أولاً القصة تبدأ سنة 1994 قبل أن يتم إنشاء طريق وادي العلمين النطرون وادي النطرون العلمين. يعني المنطقة دي يا أستاذ وائل لكان الدكتور سعيد خليل يعرفها ولا كان الدكتور سمير يعرفها، ويمكن الدبان الأزرق في مصر ما كانش لسه يعرفها حينما طرحت 5000 فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للوحدة البستانية بوزارة الزراعة، تمام؟ تم اجتزاء 1000 فدان منها لموظفي قطاع الإنتاج كحقهم كموظفين، أساساً هم مواطنين في الدولة، ومن حق أي مواطن في الدولة حتى لو كان موظف في وزارة الزراعة. هذه المعلومة أصلاً خطأ بعد إذنك يا محمود بيه، هذه المعلومة خطأ معلومة غلط عشان ما تشوش على الرأي العام. هذا مخالف لقانون 143 لسنة 81 ومخالف للائحة الخاصة به 198 لسنة 198 لسنة 2000. أستاذ محمود بس هسمع الدكتور سمير ده. أستاذ سمير اتفضل. أستاذ محمود داخل. طب أستاذ محمود اسمعني بس دقيقة واحدة. اسمع لو سمحت. هسمع تعليقا على ده. لا أستاذ محمود داخل يدافع عن الفساد. يا فندم ده دفاع عن الفساد. يعني ايه ارض ملك للدولة ما مطروحة للشباب الخريجين ياخدوها قيادات والبيبي يقول حقهم ياخدوها. ياخدوا ايه؟ هو موظف دولة قيادة في وزارة الزراعة تستولى على أرض الخريجين ويقول من حقهم ياخدوا؟ ده بيعمل ايه دي؟ أني القانون ده؟ هو جاي يعمل ايه؟ جاي يشوش على الحقائق؟ جاي يدافع عن الفاسدين؟ ده مش منطق أبدا. دي صحافة؟ دي أمانة صحافة؟ طيب أستاذ محمود بس خليني بس يعني قيادة يا أستاذ محمود بس قيادة في وزارة الزراعة لا ما ياخدش لا ما ياخدش ما ياخدش حتى ما ياخدش. وإذا الأرض متعلقة بشباب الخريجين وياخدها بخمسين جنيه وباعها بعد كده كام؟ مستصلحة أرض مستصلحة بخمسين جنيه يا أستاذ وائل. هناك رجال أعمال حصلوا على أرض ببلاش يا أستاذ. أنا إحنا مالنا؟ الأرض إحنا مالنا؟ الأرض في هذا الوقت لم تكن تساوي حتى الخمسين جنيه يا أستاذ وائل. دي أرض مستصلحة أرض غير مرفقة. ده أرض مستصلحة استصلحت على حساب الدولة على حساب الشعب يا بي. لا ليست مستصلحة يا أستاذ وائل. أنا بكلمك بقى أنا هقول لك أنا خبير. الاثنين اللي قاعدين قدامك دول لا يملكوا خبرة. ده الراجل كتب ده بعد إذنك محمود يا أستاذ محمود يا برغوتي إذا حضرتك داخل على الهواء في هذه الحلقة لكي تتم التشويش على المشاهد في الحقائق اللي احنا بنقولها انا بتكلم بمستندات. حضرتك غير مسؤول اساسا على الكلام اللي انت بتقوله لانك جاي تدافع على الفساد. عايز حضرتك تواجهني على الهواء مسؤول نيابه عنهم حتى فود وتعالى اقعد قدام على الهواء. خلينا نقطه الكلام اللي انت بتقوله غلط لانك اساسا مش متخصص في الزراعه ولا تفهم 1% في الزراعه. عايز تواجهني تعالى اقعد على الهواء. نقطه واحده بس استاذ سمير. هل خليك معايا بس استاذ محمود عشان خلينا انا انظم الحوار لو سمحت. هل هذه الأرض لشباب الخريجين أم لا؟ يا فندم طبعا وده موجود يا فندم موجود. ما ينفعش يا أستاذ وائل ما ينفعش الدولة تبيع فدان بخمسين جنيه لموظفين. هم ايه الموظف فندم؟ ده موظف ليه مرتبه وليه مكافاته زيه زي اي موظف. لا يا فندم يا فندم قلنا الماده يا فندم قلنا الماده 39 يا فندم من قانون 89 ممنوع على موظف الدولة ان يتعامل مع الجهة اللي شغال فيها لا بيع ولا شراء. ده قانون. هو بيزيف القانون ولا ايه؟ انا الحقيقه استاذ محمود يعني ايه اللي بيحصل يعني ده؟ ما تصدمني ما تقوليش انه زيه زي يعني الموظف في الجهه التي يتعامل معها لو انا ابحت له الحصول والقيادي على قيادي لو كانت قيادي سيارات على بترول لو كانت جهه بترول على اراضي لو كانت جهه اراضي يبقى انا الحقيقه بقنن الفساد يعني. يا أستاذ وائل ليس عيبا ألا تعرف في الزراعة يا أستاذ وائل. اسمعني لو سمحت يا أستاذ وائل. أسمعك إيه؟ ما أنا بسمعك يا أستاذ وائل. ليس عيبا ألا تفهم في الزراعة. ملكية الأرض ليست ملكية وزارة الزراعة. ملكية الأرض ملكية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنشأة بقرار جمهوري لها الولاية على الأرض الزراعية. يرؤس مجلس إدارتها وزير الزراعة. إذا موظف وزارة الزراعة له الحق في شراء أرض لأنه له ابن وله وهو في النهاية تبع وزارة الزراعة. يا بيه وزارة الزراعة رئيس والوزير هو رئيس مجلس إدارة الهيئة. الهيئة مشكلة بقرار جمهوري يا أستاذ وائل وهي تملك ولاية
يعني الهيئة يا أستاذ وائل لو سمحت أنا بقى هدخل في الكلام اللي أنتم مش عاوزين تسمعوه. هي القوات المسلحة ما فيهاش يا أستاذ وائل ضباط يملكوا أرض من الهيئة من الهامة القوات المسلحة؟ ازاي انا مش عاوز يعني انا مواطن في اي هيئه مش من حقي اشتري ارض زراعيه وازرعها؟ ممكن بعد اذنك ارد. اتفضل عبد المنعم البنا. ارد عليك في الحته دي بعد اذنك بالقانون. قانون 143 لسنه 81 هات لي الماده اللي بتقول من حق موظف التي يعمل في الحكومه المصريه اذا كان في وزاره الزراعه او داخل وخارج وزاره الزراعه ياخد ارض. الماده بتمنع الفقره ده تمنع العاملين في الحكومة المصرية الموظف العام بالحصول على أرض من أرض الخارجين. حاجة من الاثنين، لا تاخد الأرض وتتقدم استقالة من الوظيفة لا استحالة تاخد الأرض. في قواضي رفعت على الكثير من قيادات الزراعة المصرية. اللي انت بتقوله أساسا بعد إذن حضرتك انت بتكلم أستاذ دكتور في الزراعة المصرية حاصل على جائزة الإبداع العلمي في الشخصنة. انت حضرتك عايز تواجه الدكتور سعيد بمستنداتك وعايز تقعد تتكلم كصحافه علشان ما خدتش مني ملفات؟ تعال اقعد قدام قدامي مكان سمير بيه وتواجه وتكلم بلسانهم وهات جواب تفويض معاك وانت جاي، وتعال اقعد واشرح قدام الشعب المصري كله اللي طيب. انت بتقولي قانونا غلط. طيب المكافئات كمان التي منحوها لانفسهم يا استاذ محمود، ما لهمش دعوه بالمكافئات اتكلم فيها. فهو هيجزها، هو هيجزها الوقت. طيب يا استاذ محمود، المكافئات التي منحوها لانفسهم. استاذ محمود عشان بس بقى بترد على كله. ما انا سامعك اهو. المكافئات التي منحوها لانفسهم 100 مليون جنيه الدكتور عبد المنعم البنا، 100 ألف قصدي الدكتور عبد المنعم البنا من بين 2 مليون جنيه في استمارة واحدة منحت لحاشيته يعني. اتفضل. سنة كام؟ بتاريخ كام لو سمحت؟ 2014 تاريخ الحد الاقصى للاجور 1/7/2014 يا استاذ وائل. والقانون هنا بيقول من حصل على اموال من موجب الوظيفه العامه تزيد عن الحد الاقصى للاجور يجب انه يعيدها قبل نهايه السنه الماليه وبالتقسيط. يا استاذ وائل فبسمع رد الاستاذ سمير، خلينا بس خطوه خطوه. استاذ سمير اتفضل. يعني معنى كده يا فندم ان هو لما ياخد المبالغ دي بدون وجع حق الحد الاقصى ده يا فندم ايه؟ ياخد مبالغ بحق يا فندم مستحقه، دي اول حاجه. يعني عشان اخد مبالغ لحد الحد الاقصى تتكلم عن المبالغ المستحقه فعلا يا فندم، انما التي لكن دي غير مستحقه من اساسه. دي مكافئات بيكافئ نفسه ب 100,000 جنيه في استماره واحده من مئات الاستمارات. انا اقول بعد كده حد اقصى مش حد اقصى؟ ده نموذج يعني إيه؟ واضح يا استاذ محمود. يعني انت كمان بتجزه كمان ياخد مكافئات بنفسه ولنفسه بدون مجهود بدون عمل؟ ايه الكلام ده؟ موظفا في وزاره الماليه يا اخي انت ضد الشعب يا اخي. شعب انت ضد مصر؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ حرام عليك، حرام عليك يا اخي. اتقي الله، اتقي الله، اتقي الشعب المصري يا اخي. انت مش مصري، انت ايه جنسيتك؟ لا مش عايز اشكك في جنسيتك. لا يا فندم جنسيته مصري. طيب. يدافع عن مصر. طيب. ما ينفعش كده. بس انا مش عايز دفاعا عن الوزير يا استاذ محمود. انا مش عايز دفاعا عن الوزير اضيع فلوس الشعب. اصلها مش فلوس الحكومه ولا فلوس البرنامج. يا استاذ وائل، يا استاذ وائل احنا جينا هنا عن فلوس الشعب. احنا لما عملت تفتيش عليها يا فندم وجيت هنا انا ايه مصلحتي؟ خدت ايه؟ انا خدت ايه من الدوله؟ انا خسرت وظيفتي وخسرت فلوسي ومرتبي ومكافئاتي. انا كسبت ايه من الحاجات دي كلها؟ يعني انت عايز تبيح له كل المكافئات اللي خدها دي يا استاذ محمود انها من حقه؟ يا استاذ وائل من حق المواطن ان يفهم. حرام علينا، دول بيشوشوا عليه المواطن عاوز ينتحر. ده انا صدقتهم. طب ما الوزير يا سيدي اقول لك حاجه، الوزير يواجه ده يقدم بلاغات في من اتهموه هذه الاتهامات والنيابه تفصل فيها. يعني يا استاذ وائل انت عاوز تتهمني وعليا ان اثبت ان انا بريء؟ ما هو يعني امال ايه؟ طبعا عايز اساله. ما انا اتهم واثبت براءتي. انا عايز اساله سؤال. انا اذهب الى النيابات في اكثر من تهمه موجهه لي وبذهب وبأثبت براءتي يعني يا استاذ في موضوعات صحفيه وموضوعات اعلاميه. يعني اسال حضرتك سؤال واحد يا استاذ محمود، هل انت تشكك في اي ملف تم عرضه الان كعناوين؟ بسال حضرتك سؤال، انت بتشكك في اي كلمه اتقالت على لساني؟ لا. طيب حضرتك لا تتكلم بلسان عبد المنعم البنا المرشح للوزاره ليه؟ اقسم بالله ما حصل، اقسم بالله ما حصل. ما تخليه ويتكلم. احنا طلبنا المداخلة. يا استاذ محمود طلبنا من المتحدث
الرسمي باسم وزارة الزراعة أن يتحدث يا أستاذ وائل. وطلبنا من الدكتور عبد المنعم البني يا سيدي يجي يتفضل في حوار يا أستاذ وائل ونواجهه بهذه المستندات ويفندها يا أستاذ وائل. الدكتور سعيد لم يترك بابا لم يترك بابا. ما تخلينا بقى ابعد عن الدكتور خلينا في الشاشة دلوقتي يا أستاذ محمود. خلينا في الشاشة يا أستاذ محمود. أنا هعرض لك مستند على الهواء دلوقتي حالا هتبقى مفاجأة لجميع الشعب المصري على الإطلاق إكسكلوسيف للعشرة مساء. واللي عايز يشكك في هذا الملف حضرتك يقدم فيا بلاغ. اللي هو ايه اللي هو ايه المستند حضرتك؟ انا مستند لاول مره بلاغ على بياض من ارض الاصلاح الزراعي. هذا البلاغ هذا المستند ده انا ممكن اخد اي بني ادم عنده ضمير مفيش ضمير ممكن يكسب ياخد 100 مليون فيه. بلاغ على بياض لاي مساحه ارض مباني من الاصلاح الزراعي على بياض. البلاغ اهو على بياض على بياض يعني اي حد يملاه زي ما هو عاوز على بياض بلاغ بالوصلات بتاعته. هذا البلاغ في الاصلاح الزراعي في 2015 و 2016 هذا البلاغ اهو مختوم بالكامل. والبلاغ اهو ممكن بالصبح ادي البلاغ اهو يعني انت تملاه تحط اللي انت عايزه وتروح تسجله في شارع اي مساحه لو 100 فدان في ارض الاصلاح ارض مباني املى البلاغ وروح اشهره وصوروا 100 صوره واقعد بيع. حضرتك ادي البلاغ اهو اهو مش سعيد خليل اللي جايبه ولا لكن سعيد خليل بيتكلم بالسان. لا بس ده يتيح الفساد والاستيلاء على ارض مباني ارض اصلاح يعني اي مساحه جوه الجيزه هنا لو 100 فدان ومختوم على بياض كده. حضرتك اهو مختوم اهو حضرتك اهو وادي ورقه بيضه تفويض للشهر العقاري عشان الارض تسجل وادي الوصولات مختومه على بياض. حط المبلغ اللي انت عايزه يا محمود بيه لاي ارض انت عايزها دلوقتي في ارض طيب. الاصلاح الزراعي في اي مساحه وروح سجلها شهر عقاري. حضرتك ممكن من المسؤول طيب بلغ بهذا ايه اللي عمله في الاصلاح طيب. الزراعي. بشكرك استاذ محمود. قول لي بس عشان تبقى رديت على المكافئات انت عايز تقول انه المكافئات كمان اللي بالملايين بهذا الشكل يا استاذ وائل مكافئات بالملايين بهذا الشكل عايز تقول كمان انها ليست فسادا. انت امامك 2 موظفين حكومه يا استاذ وائل. الدوله من زمان احنا بنتكلم كصحفيين عن الفساد بقانون. الفساد بقانون اللي هو انشاء اللجان او الوحدات ذات الطابع الخاص او الهيئات او الى اخره داخل الوزاره. طب خلاص هو استغل بوابات الفساد دي وخد منها فلوس. هي فلوس بتروح له حق. خليك يا استاذ محمود خليك مع مال الشعب. انا مع مال الشعب يا طيب. طرقة. لما 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 تكون لما يكون وزير الزراعه في كفه ومال الشعب في كفه يعني رجائي خلي انحيازك لمال الشعب رقبه كل من يمد يده على مال الشعب بدون وجه حق. لكن انا اطالب الان من خلال الشاشه بتاعتك وطالب الان من خلال شاشتك يا استاذ وائل ان يتدخل السيد رئيس الجمهوريه اذا صحت شكاوى الدكتور سعيد خليل ولا اشكك فيها ولا اتبنى وجهه النظر لصالح الدكتور عبد المنعم البنا. اذا صحت كل هذه الشكاوى يجب ان تحل الرقابه الاداريه والامن القومي وان يحال النائب العام الى القانون لعدم التحقيق او تسريع طيب. التحقيق. انا بشكرك استاذ محمود.